فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع قراءته في صلاة الجمعة؟ وهل له أن يقرأ ما يناسب الخطبة؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، والأفضل أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يا هل أتاك حديث الغاشية. نعم، وإذا قرأ بغيرهما فلا بأس. وأما اختياره الآيات اللي تناسب الخطبة هذا لا أصل له ولا دليل عليه. نعم نعم، يقرأ بسبح والغاشية أو بسورة، أو يقرأ بسورة سورة الجمعة، بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وفي الثانية سورة المنافقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة أيضا. نعم.